لن نستطيع الحصول على ضمانات إلا ما تقدمه قوتنا وإلا ما يقدمه استعدادنا لحمل السلاح. تخليل معركة حتمية، لأننا لا نقبل بما يراد فرض علينا. التحدي والمخاطر موجودة في كل عصر وفي كل وقت، لكن بقدرة الجيش اللي موجود في مصر ده والله لا يستطيع أحد. طب حد يفكر كده يقرب من مصر؟ وثقيلا، ولكن الأمة لم تفقد إيمانها أبدا بطلوع الفجر. ولست أتجاوز إذا قلت إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر 1973، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. عشان كده الجيش في مصر والقرار بتاع الحرب والنتائج اللي تحققت عليه هي معجزة بكل المعايير وبكل الحسابات. إن الجيش المصري رغم كل التحديات اللي احنا بنتكلم عليها دي، ورغم شبح الهزيمة والتجربة المريرة بتاعة 67، ياخد القرار ويخش ويقاتل ويصمد ويحقق أكبر هزيمة. وبالمناسبة لا يمكن أبدا كان حد هيديكوا الأرض إلا بعد ما داء تمن الحرب الحقيقية. وإذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة، فهو هيبقى قادر يعملها كل مرة. اكتبوا تواريخ المجد وشاور على الأبطال. تأثير النصر في 6 أكتوبر كان وما زال. خمت الموتار وابنا أرضنا رجعت لمتنا، كانت كلنا كلمتنا نقسم أي محال. مصر تحيا، مصر بينا كل ما صح.
وعلى